اتفضل عرف نفسك، نازل النهارده الجمعه. عمرو فوزي محمد من شباب الاخوان المسلمين. انا نازل النهارده مخصوص علشان محاكمه الفساد والفاسدين، علشان الناس اللي ضحت بارواحها وما خدوش حقهم لغايه دلوقتي، عشان اسر الشهداء، عشان اسر الناس اللي دمها راح من اجل الوطن، عشان الناس اللي موجوده في السجون لغايه دلوقتي لسه متحاكمين محاكمات عسكريه ظلما وزورا في ظل النظام السابق، موجودين في سجن العقرب لغايه دلوقتي بالعشرات او اعتقد بالمئات، لسه لغايه دلوقتي ما تمش الافراج عنهم. كل ده مخليني نازل النهارده، مخليني اتكلم بكل صراحه، اقول لا للظلم، لا للطغيان، لا لحسن مبارك واعوانه، لا لزبانيته، لا لاعوانه الموجودين في كل مكان اللي بيتحركوا بحريه. أطالب بمحاكمتهم، أطالب بحق المظلوم يرجع، أطالب بالمسجون يخرج. والسلام عليكم. ابن حضرتك دوت؟ لا ده مش ابن، ده أعتقد ده ابن صديقي. ابن صديقك. اتكلم. قناة إيه سيادتك؟ أيوة يا حاج. قناة إيه؟ شبكة يقين يا حاج، شبكة يقين. شبكة يقين؟